بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرات أحواتنا حاتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بتوفيقنا رب سبحانه وتعالى اتن أربعة مسرات زبلاء القواعد الأربعة ولله الحمد تمقدمة تمقدم نيت مؤلف نوح زبالة إنيرو اه بتحستو كونه ويحتى كونه لكن علماء نتن نسو زقمت ان مقدمات كومودماني دعاء عبي كوم عبي معنا زلو سلزو بزحتن بزوحت انتاني هبامو لعلي عسرت حلقة زخوون وين ويلعلي عسرت كفلتات زخوون عبتي مقدمت راح نويح جزيه جيرنا مالاتيو لما عالتي إن شاء الله بإذن الله تعالى أبتن كندي مسارتات تن أربعة مسارتات زبل أبتقداميتي كنرينا مالتي انتهي بالشرع المؤلف رحمه الله في ذكر القاعدة الأولى وكما مر أن هذه القواعد تميز بين المسلمين والكفار إذن قواعد الأربعة الشيخ رحمة الله عليه أقم تونزلو تميزين إماميالكا ኣይና እዩ እቲ ኣስላማይ ተባሂሉ ኣስላማይ እዩ ንብሎ መምዘኒ ናቱ እንታይ እዩ ብምንታይ እንተ ኣሚኑ እዩ ከምኡ ድማ እዚ ከሓዲኡ ካፍር እዩ ዝበሃል ድማ ብምንታይ ምዘ ኣምን እዩ ንዝብል ነዚ ዓብይ ዝኮነ ካብ ቁርኣንን ካብ ሱናን ዝተደገፈ መብርሂ ክንርኢና ማለት እዩ እንታይ ይብል ሞኣልፍ ኣልቃዕደት ልኡላ ኢሉ ታ ቀዳመይቲ መሰረት ኣንተዕለም أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر إن بقر فلت خايبل إتوم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام زك آل سوم زنبورو هزبتات إتوم عليه الصلاة والسلام دتس أبو النبي عليه الصلاة والسلام زك آل سوم زي إزي آتم. امنت <سؤال> نيرو الله سبحانه وتعالى خالق مخانو حادي كومو دماني مدبر مخانو كل كنتات عالم زكايدو مينو انت دايل ربي يلوم يا امنو نيروم وان ذلك لم يدخلهم في الاسلام ازي مؤمنهم طرح دما اب اسلامنا كتو ماي عجيب زغرمي ربي. ربي خالق السماوات والارض مخانو انت دافليتكا እሞ ድማ ሙደቢረ ልእሙር ንሱ እዩ ብምባል ካስኒ እዚ ዓይነት እዚ ጥራሕ እምነት ኣብ እስልምና ኣየእትወካን እዩ ኢሉ ነዚ መርትዖ ዝኸውን ኣብ ሱረት ዩንስ ዘላ ኣያ ጠቂሱልና ኣሎ ብዙሕ ኣያት ኣሎ ልክዕ ከም ሱረት ዩንስ ድማ ክንርኢና ማለት እዩ እታ መርትዖ ዘቐመጣ እንታይ ትብል ኣያ ማለት እዩ ኣብ ሱረት ዩንስ መበል 3ሓ ኣያ ትርከብ ቁል من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون إذا عينت يا محمد تباهلم عليه الصلاة والسلام إذا أبو لو انت دا سني من يرزقكم من السماء والأرض بِمَا بمريت رزقكم ششايكم زفن والكم زعد لكم من يلكاس كحتهتهم بسماي ما يزنيبو بمريت تززرقوه دبتنوه فرات نسو هوت لبسو بوقيلو فرخ هوم زخيل نزكونا تعتز زكايد سني من يلكاس كحتهتهم أَمْ أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي فسيقولون الله اذ كل ذي مستحته تايلوم الله يلوم امنو نيروم الله يلوم كمل الكائن بل كوم يلوم وين يمل السل نيروم مالتيو اذا تتصغم دا انتايو نزبل حجي تتنتاني كرينا المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون ومعترفون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر إن أنبي النبي عليه الصلاة والسلام زك آل سوم زنبور زني انتاي خالق مخانو الله سبحانه وتعالى مدبر الأمور كل كنتاتني عالم زكايدون الله سبحانه وتعالى إلهم يأمنوا إلهم إذن كل تذكير وانزل أن مؤلف الخالق والمدبر زي آتين شيئين اثنين أصول التوحيد الربوبية لتوحيد الربوبيه طبعا تنمسرت ان خالق خالق يكتب له فتاري يكتب له الا كفطر الله مالتي اذا من فتارين دحري لك كامسي الله يلوم يملسو من يزكناون من يزكا يدو كلاتني عالم الكان تحتيت كام ماني الله يلوم كملسي ام تبايلو لان هذا مما جاء فيه ان من إذا كلتي ينتقي الخالق المدبر سني الله مخانوس يا أمنوني روميوم نمتا الكريم واثبات ان الله تعالى هو الخالق هذا امر مجمع عليه بين الامم الا من شذ ومن شذ هم قليل في انكار الله تعالى هو الخالق بآري الله سبحانه وتعالى خالق مخانو نصف مخانو سني كل حزبات كل سبمبر دموس ليلو اللي زبلسني فتاري يلن زبل سني وحدات تزي كوينوم مو وحدات حا دخلت تزي كوينوم انت دا كايم سني انت يوم زبلو فتاري زلو تاتا ممكن تاي حجي زيادة تنتنل نايم على تيو وأن الكفار الذين قاتلهم ثم النبي عليه الصلاة والسلام تقاتلهم كحد سني كانوا مقرين بتوحيد الربوبية أي بأفعال الله توحيد الربوبية سي امن نيروم الربوبية افعال الله خالق السماوات والارض من تيل كام كابز يوز هيوت من الله يبلو مالتم كونتاتني عالم من يزكايد مفلات زي توحيد الربوبية افعال الله بتكبارات نيربسني يا امن وما ومع اقرارهم بافعال الله لم يدخلهم في الاسلام ربي خالق إلكا بخيلتنا يا ربي فتعلمو خانو مهمان ابسلمنا اي اتوكانيو بل ليس هناك احد اشرك في الربوبية أبز ربوبية يا ربي كل تعم ربي سنستعم ربي زبهال كمو زبلوين يلن انت هالوين وحدات يوم مالت يوم الا شوال ولذلك فكل فكل الامم تقر بتوحيد الربوبيه، توحيد الربوبيه يعني كل يا مالتي وتوحيد الربوبيه خلنا نقول مالتي وهو الاقرار بان الله هو الخالق الرازق، ربسي سي خالقي رازقي محيي مميت مدبر، كل ذي عبارات هاتيزي ويدماني بمختصر العباره توحيد الربوبيه هو افراد الله تعالى بافعاله، الله سبحانه وتعالى بتكباراته كل نسوجا براي مخانو مؤمن إذن بعري أبو أي توكاني مالتي أسلام أي خاصي أي بلكاني بزي ترى عند هردا آمين كا مخنياتو كل فطورات بلتما تما النبي عليه الصلاة والسلام زك على سوام زبورو كم زعنة زي إمنة نيرومي ولذلك ربنا عز وجل أبصرة لقمان مبل عسران حمشتن آيان تايلو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله من سمايات مريت فتيرو اللي كانت راح تكابسي الله يقبل خائمله زب سورة الأمان أب سورة المؤمنون مبل سمانين شدشتن عياد ماني قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله سمايات شو عاتي ومن فتاريو التيزا قاد عبي فطور زقزف فطور عرش ما من يفتر ويل كانت راحت يتكلم سني سيقولون الله الله لكم كم يذكر يوم رب سبحانه وتعالى زي إن رسول عليه الصلاة والسلام نقولهم بل كم عينت زي إقرار زي نقولهم يا بل زيت راح ذي زي كون سورة المؤمنون أبت أواخر زلون تدارينايو كل تايو إقرار بتوحيد الربوبية يقبر رب خالق سموات والأرض مخانوس يأمنون يروم التاتب نبرة تا التا نبرة زنبرة انتعاد عن ترائلنا أبتوحيد أمني اب توحيد الالوهية اتا مشكر ام نيرا ويتوحيد بافعال الخلق اب لكن اقلن 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 عبادة يحوسو مالاتيو نزيئاتهم شفعاء خونو نايلوم اب عبادة يأتوهم مالاتيو ازي ادمان كاب اسلمنا اوزياتهم مالتي وإلا خالق السماوات والارض الله سبحانه وتعالى مخانو يأمنون يرم عليهم ولذلك باواخر سورة المؤمنون تد دعالي قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون مريت اب ازلون من خلق الكاسكا حتى سيقولون لله نعم ربي يخب قل افلا تذكرون تدعى ربي نبينو مخانو نخلق زلون افليتكم زيني نبينو خازيتم لكم كاسك ميخا قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون زو كل نافلتكم كلهم كل نجرات ربي دوننا دون دابلكم زني من تايد أب عبادة تحوس لكم انت أي رخيبكم زلوس وكذلك بسورة يونس انت على قل من يرزقكم من السماء من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون ሊላ እዚ ኩሉ እዚ ናይ ረቢ እዩ ሎም ከኣምኒኦም እዚ ኣብ ሱረት ዩኑስ ዘሎ ማለት እዩ እዘን ፈለይሰ ተውሒድ ህወ ልእቅራሩ ብተውሒድ ኣረቡብያ እምበኣሪ ብተውሒድ ኣረቡብያ ብኣፍዓል ላ ረቢ ኩሉ ነገር ዝኸልቕ ረቢ ዝፈፅም ኢልካ ምእማን ስኒ እዚ ኣብ ኢማን ወይ ኣብ ተውሒድ ኣየእትወካን እዩ ከምዚ ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ማለት ኣብቲ ዕሙቕ ዝበለ ናይ ክታብን ወሱናን ብኡ ዘይከዱ እንተደኣ ኮይኖም ازي راح اقول يا ابو اسلامنا يبقى عم يذبل باري ان از كله زي مرتعهات هي اذا عينت زي بافعال الله بتوحيد الروبيات يا طرح أب امنت اي توكاني ودماني اسلاماي اي بلاكاني ما إذن اذا الاقرار بان الله هو الخالق الرازق المحي المميت اذا عينت هي نسيت توعد نسيت تطلب اندا بلكان ندق سبع عاميركا ودماني واحد في ذاته لا قسم له الرب خوم يقولوا ما ረቢ ሓደ እዩ ወይ ድማ ዋሒዱ ፊ ስፋት ላ ሸቢሃ ለ ዋሒዱ ፊ ኣፍዓል ላ ሸሪካ ለ እዚአን ኩላ ዚኣተን ኣብ ምንታይ እን ድምለሳ ልካ ኣብ ተውሒድ ሩብያ እን ማለት እዩ ገና ኣብ ተውሒድ ኣልኡሉህያ ኣየእትወሃና ኣለዋ ማለት እየን ተቐንዲ ዝድለይ ድማ ኣብ ተውሒድ ኣልኡሉህያ ምእታዊ ማለት እዩ እምበር ንደቂ ሰባት እምበኣሪ ካልቅ እዩ ኣላ ስብሓን ተዓላ ሙሒ እዩ ሙሚት እዩ እዚ ጥራሕ እንዳበልካ እንተ ተምህሮም ኮይንካ أبو عبادة ما بمول ونعوت راح يزقبا الكانتر أديت مهرم ترى هنكا عبي قدلة عبي جيجا جاي جي جي مخناتو ثم النبي عليه الصلاة والسلام زك على سوام زنبورو هزبتات من يوم ترى الكا كان بعد أبو لهاب هاب قال ديوم, ديوم زي أتم يقرون بأفعال الله الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض يا يأمنون يرم لكن تكون زي أبسل من بل سيصلى نار ذات لهب زبهل أبو لهب بتوحيد الربية خالق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى مهقانه يأمن نيره أنت إذا أتت قومه لا اب توحيد العبادة عبادة قد كله وقين كالي يحوس إذا أتوم شفيعه قونه إذا أتوم كمز أن خالقه من دون الله إذ شرك زود زودقم مالته ولذلك حقيقة ክፍለጥ ዘለዎ ጉዳይ እንታይ እንተ ተባሂሉ ተውሒድ ረቡብያ ጥራሕ ምምሃር ንደቂ ሰባት ኣብ እስልምና የእትዎም ማለት ጌጋ እዩ እዎ ተውሒድ ረቡብያ የስተልዝም ብተውሒድ ልኡሉህያ ተውሒድ ረቡብያ እተ ኣሚኑ ሓደ ሰብ እዚ ንገዛ ርሱ የገድዶ እዩ ብተውሒድ ልኡሉህያ ንክኣምን ማለት እዩ ላኪን ኣብ ተውሒድ ረቡብያ ጥራሕ እንተ ተጠው ኢሉ ኣስላማ እዩ ሙእሚን ይኹንብሎ ኣይንክእልና ምክንያቶም ብተውሒድ ልኡሉህያ ብኣፍዓልህም إشراك سلس قبر <applause> زلو مالت ولذلك اه توم النبي <applause> عليه الصلاة والسلام زك على سوام زنبوركو توم دم لقوة مزلو تعوتات يقونو توم دقزوه مزلو إذي آتوم يتقمو ديوم يقودو ديوم تلع الكام أي تقمونا يقودو نيوم بلخا انتا لا تملكوا ما لكم ترى عند الله كخوننا امي بلو ولذلك ربنا عز وجل بسورة يونس مبال عسر تشمون تآيان تايلو ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يا من نيرهم من نيرهم لكن تأم ما لا يضرهم ولا ينفعهم مخانو يا أمن نيرهم انت إذا تملخوا وما لخوا من تلعي الكائم شفعاء وحسنة كوينهم ناب ربنا خبت سحونا سلزبولو هم معترفون بهذا إنهم لا يفعون ولا يضرون ጠቐምትን ጎዳእትን ከም ዘይኮኑ ስኒ ይኣምኑ ነይሮም ማለት እዮም ወኢነማ እተኸዙሁም ሹፋዓ ያዕኒ ውሰጣ ዕንዳ ላህ ሸፋዓ ኢሎም እዮም ዝኩሉ ዘሕረድ ድሓርድሎም መብፅዓ ዝግበር መብፅዓ ዝኣትዉ ዝነበሩ ረዛቕትን ንሳቶም ኩሉ ነገራት ኣብ ኢዶም ስለ ዘሎ ኢሎም ኣይኮኑ ነቶም ማዕቡዳት ትግዝእዎም ዝነበሩ ላ ካሊቀ ሰማዋት ወልኣርድ ረቢ እዩ እዚኣቶም ላኪን ሽፋዓ ክኾኑና እዮም ዝብሉ ነይሮም ማለት እዮም ሕጂ ከምኡ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ንዘይረቢ እንተ ደኣ መብፅዓ ኣትዩ እሞ ድማ ላኢላ ኢላላ እንዳበለ ከሎ ኣብ ካሊእ ከይዱ እንተ ዝኾነ ነገር ፈፂሙ ንምንታይ እዚ ኣ ትፍፅማ ኣብ ዝበሃለሉ እዚኦም ከ ኣይጠቕሙን እዮም ኣይጎድኡን እዮም ነገራት ረቢ ዝፍፅሞ እንተ ኢሉ ልክዕ ከምቶም ቀዳሞት ዝበልዋ ከምኣ ተኸይዳ ዘርባ ማለት እዩ እምበኣሪ ሸፋዓ ዘየሎ ማለት ኣይኮነን ሸፋዓ ፊሃ ሓቅ ወፊሃ ባጥል ሓቅነት ዘለዎ الو كم باطل الله مالتيو بل تصحيحه تاك انا اعتي كتاب وسنة مجيزو كل تشرت زم مالتيو شفاعة تقنع زبها المالتيو كل تاقد مخونات كمالة الله ازي شفعة اب شريعي اب قرآن اب زبهال تتقشو زلو انت كل تشرت انتا ان شاء الله بتا القاعدة الثانية بتا ايه مسرة تنقواعد ال ال الأربعة بتقدميتي نازلنا بتخليتي أبو نكتات اللينا أنت يتشافع عزو عزقوني أبو كجلة سألنا يو بتفسير مالتيو قل توحيد الربوبية ترح مئمان نحادث أبو سلمنا همزيت هو كن قال لنا بل بواننتنا ربي سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية زخ حادي وحدات زي كونهم كله يعترف مالت ولا تم شيوعية ولا تم ربي يلن فتاري يلن زبلو زنبورو إذي آتم وحدات تزي كونهم ولا نكون من بوشت لبوم دماني خالق السماوات والأرض الله مخانون يفولت يوم مالت ولذلك كابتم زعابي وكحدة بتوحيد الروبية من يلكان ترى حتيتك معروف فلوت زخوني كابوسن وسن زحالفة منيو فرعوني مالتي انتاي ساب زبل بيتسيحو كم سبحانه وتعالى بسورة النازعات من عسران أربعة آيها زلو أنا ربكم الأعلى إلو أنا إيه ربكم يعني زلع الكربي يلون تزاربو مالتيو لكن انتدى حقيقة الأمر ابلو بنتدى متسيخا بزعبا مسترات كل زفلت بجكا رب سبحانه وتعالى كالي يلن انتاي لنا ربنا عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا زياب سوره النمل مبل 110 تربعتنا لا مالتي اذا منكرين يلون ولا كوتهم يلن زبلو خمان بوشت لبوم ريخا فرعون يلن انا ربكم الاعلى زبل زنبره ربنا عز وجل كشفوه انتايلو وجحدوا بها هو بقالاتهم يلن يبلو لو واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا لكن بلبوم امينهم يلا يلن دبلو دلو دماني دل نايب حقي كرعات ويدمان عمز دقاب روز اللو آمين ومخانو رب سبحانه وتعالى قليت لنا مالتي إذن كابزي أبزا قدامي تي مسرت مالتي إن شاء الله وانتن تاني وبزيادة تنقل برب سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض نسيء الكام إمان أب توحيد ويدمان كانيو سلمنا أي إن شاء الله أبتخال أي تحستو بزيادة كنتن تنوئنا واسال الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد